وجه محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل الدوائر الخدمية والتعليمية بتقييم سريع وتلبية احتياجات ناحية حمرين شرق تكريت، مؤكدا خلال لقائه وفد من أهالي ناحية إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات مهمة في الاستقرار الأمني وتنويع مستويات الأعمار العمراني المجتمعي، ضرورة ملحة لتسريع حركة الأعمار ضمن الإمكانيات المتاحة. لذا قرر محافظ صلاح الدين تنفيذ مشروع طريق حمرين باتجاه منطقة مبارك الفرحان، كما وافق على زيادة عدد الصهاريج لنقل الماء الصالح للشرب للمواطنين وبناء مدرسة ومنظومة كهربائية. ودعا الدكتور المهندس عمار جبر خليل إلى تكاتف وتماسك لتعزيز أسس الاستقرار الأمني والمجتمعي، كونه من أساسيات الأعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف جوانبها، مع التزام حكومة المحافظة بتأمين حياة كريمة للمواطنين.